يمكن يعني اكثر شيء نخاف من عنده احنا يا دكتور الاسنان هو البنج. واكو ناس يتبنجون ويضربون ابره البنج ويقول لك انا بعدني احس بالم. فهل هناك انواع للبنج؟ بنج الاسنان اللي هو نوع واحد، وشنو اضراره وشنو ممكن يكون بمسببات اخرى، او لما نضرب نوع بنج معين ياثر على شيء معين اخر؟ يعني كل هاي المعلومات بفقرتنا الطبيه القادمه من تقديم فريق بيبتر. علي وآي راح يقدمون لنا الموضوع كله، تفضل. مرحبا وياكم فريق بيبتر من جديد. قديما كانوا اذا يريدون يسوون عمليه جراحيه للاسنان او يخلعون السن يستخدمون عده طرق بدائيه. من هذه الطرق هي تنويم الانسان مغناطيسيا، او يضربون الانسان على دماغه حتى يفقد الوعي وما يحس باي الم، وممكن يربطون الانسان على الكرسي حتى لا يتحرك هم دي يشتغلون باسنانه. وبعد تطور الموضوع التجأوا الى استخدام الاعشاب لتخفيف الالم، كل هذا لان ما كان اكل بنج. فهذه الابره اللي هسه هوايه ناس يتركون اسنانهم تتسوس ويتركون اسنانهم بها الم بسبب خوفهم منها، تعتبر الاكتشاف العظيم اللي قبلها كانوا اشخاص نهايتهم الموت بسبب عدم تحملهم لالام الاسنان والام علاج الاسنان. هسه رح نحكي عن اهم فوائد البنج. اول فائده هي تخفيف الم الاسنان، بالاضافه الى الراحه النفسيه للمريض حتى لا يكون مشدود الاعصاب خلال عمل الطبيب، وايضا مكافحه الالتهابات بعد معالجه الاسنان. خلينا نحكي شويه عن اضرار البنج او الاعراض الجانبيه اللي تظهر ويا استخدام البنج. اول هذه الاعراض الجانبيه هي صعوبة فتح الفك، ليش؟ لأنه تكون العضلات متشنجة. وثاني هذه الأعراض الجانبية هي عض الشفاه، لأنه الشفاه راح تكون متخدرة فبالتالي المريض ما راح يحس بها. وهذه الأعراض الجانبية هي أعراض طبيعية للناس اللي نستعملهم البنج. أيضا أكو بعض الأضرار اللي تكون ناتجة عن أخطاء طبية. من هاي الأضرار هي انكسار أبرة البنج بالفك، وأيضا حدوث ورم وانتفاخ دموي، بالإضافة إلى خدش بالأعصاب نتيجة إلى حركة خاطئة من الطبيب. وأيضا ممكن إصابة بعض المرضى بالتهابات حادة داخل الفم بسبب عدم نظافة الأدوات المستخدمة، وهذا كله يرجع لاختيار الطبيب المناسب. هسه خلينا شوي نحكي لكم عن تأثير البنج على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وبعض الفئات الأخرى. من ناحية تأثير بنج الأسنان على مرضى السكري، فأكو احتمالين يكون السكر منتظم وغير منتظم. في حال إذا كان السكر منتظم فما راح يكون أكو أي تأثير سلبي من البنج على المريض، بس لازم الدكتور يراعي أنه ما يكون أكو أي نزيف دموي، لأن النزيف الدموي ويا مرضى السكر راح يكون شيء صعب. أما في حالة إذا كان السكر غير منتظم فبهيج شيء طبيب الأسنان راح يكون عنده عدة مهام قبل يبدي بعمل الأسنان. أول شيء تنظيم السكر، وايضا بعض الارشادات بالاضافه الى استشاره الطبيب المختص. اما من ناحيه تاثير بنج الاسنان على مرض الضغط، فالضغط بصوره عامه هو مرض شائع او من الامراض الاكثر شيوعا عند البالغين خصوصا مجتمعنا العراقي. فلهذا السبب الطبيب لازم يعرف كل الادويه اللي يستعملها مريض الضغط قبل معالجه الفم او اللثه او الاسنان. يعتبر نزف الدم هو الخطر الوحيد اللي ممكن يسبب البنج على الشخص المصاب، خصوصا انه توصل مرحله الطبيب نفسه ما يقدر يوقف هذا النزيف. اما من ناحيه تاثير البنج على الحامل، فبالنسبه للحوامل ذكرنا بحلقه سابقه انه الثلث الثاني من الحمل يعني من الشهر الرابع يعتبر هو الشهر المناسب لعلاج الاسنان، وبهيج شيء انه الثلث الثاني ما راح ياثر عليه البنج سلبيا في حال اذا كان الحمل مستقر ووضع الجنين ووضع المراه الحامل جدا مستقر. اما التاثير السلبي راح يكون على المراه الحامل وعلى الجنين في حال كان اكو عدم استقراريه بالحمل. شرحنا لكم كل شيء عن بنج الاسنان، انواعه واعراضه وايضا المضاعفات الجانبيه اللي ممكن يسببها. هسه نجي للناس اللي عندهم حساسية من بنج الأسنان. بالبداية خلينا نعرف شنو هي الحساسية. الحساسية هي رد فعل الجهاز المناعي للجسم بسبب عدم تقبل مادة معينة تدخل للجسم. والحساسية بصورة عامة لا يمكن الشفاء منها، لكن أكو أدوية وعلاجات ممكن تخفف من آثار الحساسية على الجسم. أما بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية من بنج الأسنان فهم عندهم تحسس من مادة معينة موجودة بالمادة المخدرة للبنج، وعلى الشخص المريض إخبار الطبيب أنه عنده حساسية أو لا. بالبداية لازم الطبيب يكون عنده علم بأنه الشخص عنده حساسية من البنج أو لا. وإذا الشخص نفسه ما عنده علم بأنه عنده حساسية أو لا، فممكن الطبيب يسوي اختبار بسيط تحت الجلد
حتى يتأكد أنه البنج ما راح يأثر على الشخص المصاب. أما في حالة احمرار الجلد ويصير به بقع، فبهيج شي حيتأكد الطبيب أنه الشخص مصاب بالحساسية. وبنج الأسنان به أنواع عديدة. الأشخاص المصابين بحساسية ضد بنج الأسنان تكون عندهم حساسية من نوع واحد فقط من أنواع بنج الأسنان، أما الأنواع الأخرى فما رح يكون لها تأثير على جسم الشخص المصاب. وبهيك شي وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نشوفكم يوم الاثنين المقبل.